ديال السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية نضالية، تحية المجد والخلود والشهدائنا الأبرار، وعلى راسهم فجر ثورة 20 ماي الخالدة. نحن في هاي الليلة اللي هو تم هذا التدخل الهمجي علينا من طرف قوات الاحتلال المغربية اللي مواسي عنها لا يتردع، والله لا هيتشي اللي هي قبضت وتدخلت علينا هذا التدخل. اللي يعني عنه عامد علينا واللي يعدل لنا امام امنا وامام خونا وامام عائلتنا اللي نعذبه بهذا التدخل اللي وقع فجرا اللي هي في طيله 381 يوم من الحصار ومن القمع ومن اللي هانا ونحن ذو هما يضركات اياها اللي قعدت الخامس عدت السابعه والنص رعانا في ذا الحال ذا هو رعى هذه الدار ذي الصيفه وذو عددها رعى والدتنا قاعده يوني لا اله الا الله محمد رسول الله لعدو عدو هذا ما فيه هذا اليهود ذا الكهيان ما كاتلوا ولا كاتلوا ما هو ذا العلم الوطني وذي الدار وذي اللي نعت لكم نطفيتنا اللي هي قدي لي طويل واحد احنا رانا قاعدين لا بذي البوط للبوطيه شوفوا هاي النطفية اللي نصب فيها السم هي اللي كانت عندنا من الماء هي اللي كانت عندنا من الماء شوفوا صبوا فيها السم شتو ذي البايدة شوفوا البايدة شوفوا ما خالك شي مدار هذا النوع من الهمجية هذا من نوع من العمل اللي هو الحاط من الكرامة واللي الحقيقة يعاملونا به طم مولي عليكم قاع رواية ثانية هي جاو لذا الاسطاح وسوداوه علينا من بر سوداوه علينا لعل العلم الوطني يطلع قال العلم الوطني اذا طال العلم الوطني ليتمن لا طالع ان شاء الله حتى النصر حتى الاستقلال حتى استكمال السياده الوطنيه ان شاء الله على كامل التراب وهذا كامل رسالتي للعالم ما هي عيب وعار عنها ان يتم هاي العائله بهاي الصيفه ليل ونهار نحن تم مولي دقي تم مولي دقي مباشرة بدق في الزر هذا تم يعني قدر قدر من تحرش علي انا واختي الواعره تحرش الشيء منه وضربنا والله الا راعي الا راعي ما اختي ضركت اياه راه قلت يعني وكان فيها شيء بحال الصلاه هذا واش انا واش انا هذا يعني كامل انا نفسي يا غير هذا اللي رسالتي للعالم كامل ورسالتي مولي للمحتل المغربي اللي هو مارس علينا كعائله مارس علينا ذا نوع بين اللي هذا العلم الوطني نهاه من الدنيا وخالق الله العلم الوطني خالق الله الراي يا رب الله اللي هي صح حق روحنا واللي هي قلبنا واللي هي دمنا واللي هي كرامتنا واللي هي منفسنا هذا العلم الوطني والله لا طار الاحتلال المغربي والله لنزل يدور يقلع ذا العلم ما يقد يقلع بين اللي إرادة لا تقهر الإرادة لا تقهر الإرادة لا تقهر نحن مواصلين معركتنا مع ذا المحتل المغربي رغم ان دفتنا وسودات لعلت لينا نطلعوا للسطح وخلينا نهتم ولا نطلعوا نهتم ولا لا إرادها الله مواصلين معركتنا مواصلين نضالنا حتى النصر حتى الاستقلال حتى استكمال السياده الوطنيه وكل الوطن او الشهاده كل الوطن او الشهاده.